شاب بلال فقرة جوكر. نبداو؟ نبداو بسم الله. إوا لا بغيتي نجاوب نجاوب. جاوب. جاوب. بلال، اتهموك شي ناس انك تخليتي على الاب ديالك في الوقت اللي كبر واحتاج ليك، اشنو الرد ديالك على هذه الاتهامات؟ هذه اولا الاب ديالي توفى ماشي بزاف عندها الله يرحمه، وهذه الاشاعات تاع تخليتي على الاب ديالك مين احتاج لك ما لقانيش، هي العكس، تخلى عليا ونهار يحتاجني لقاني، والله يجعل ربي يغفر له ويسمح له ويكون من اهل الجنه ان شاء الله. وهذا كلامي الاخير، ونعرف بلي الناس تزيد وتزيد وتزيد في الهضره، مي ربي راه شاهد وربي على بلاش شكاين في القلب. وهذه هي الاب تاعي، انا ما عرفتش كاع، عرفت حتى كيكبر والله غالب عليه، وهذا مكاتيب، وهذه الهضره ما منهاش تاع الصح وبصحيح، تاع بصح، تاع سيون فيريتي تاع بصح. والناس اللي تعرفني تعرف، اللي تعرف ابي وتعرفني انا على بالهم بلي راني نقول في الصح. هادو غير بعض المشاغبين اللي يبغوا يطيحوا بيك ويبغوا يقولوا فوالا، من المحال انا كيف نتهلا في جاري ونتهلا في صاحبي وما نتهلاش في بويا، هذه من المحال. لا غادي نجاوب عليها، غادي نجاوب عليها. كاين بعض الناس كيقولوا بان خفت بريق النجوميه ديال بلال، النجوميه ديال قلات قالوا الناس، شنو الجواب ديالك؟ النجوميه ديالي قلات، مي انا نظن بلي هذا شيء عادي. القديم يبلى مي يبقى. جورج واسوف ما راهش كيما كان جورج واسوف تاع واصاله، ما راهيش اصاله، وهذا ما يعنيش بلي اصاله ماشي فنانه، هي لي جينيراسيون يتبدلوا والجيل هذا جديد، ونخلو كل واحد يعيش وقته وكل واحد يعيش. لكنني نتابع، وما سهلاش باش تبدا من 94، انا في 2022 الحمد لله. انا اللي بديت في 94 كنت نقول الا قفلت الا لحقت على 98 راني غايه، انا في 98 وفي 2000 وانا في 2020 وانا في الحمد لله يا رب. واني جيت باش نشرح لك جورج واسوف مغني كبير، واصاله مغنيه كبيره، وعبد الهادي بالخياط مغني كبير، هذا ما يعنيش بلي ما يعرفوش يغنوا، هي كل واحد ويعيش في وقته. نزيدوا هذه جوكر. بلال كيرفض يجاوب على هذا السؤال، ونمشيو لاخر سؤال. نجاوب على بلال. كاين شي ناس في الدومين كيتهموا بلال وكيقولوا بانه نكر الجميل ديال واحد الفنان اللي هو الشاب نصرو. الشاب نصرو اللي قالوا بعض الناس بانه وقف معك في البدايه ديالك وشجعك، والان دورتي عليه وجهك، واش هادشي صحيح؟ هي صحيح، شاب نصرو ساعدني وعاونني وكلنا صحاب في الاولى وبيان كل شيء،
بصح دابا رانا كثر دروك انا كثر، ولو كان اللي يعرف نصرو يعيط له ويقول له بلال انا يوميا معاه في الهاتف وربي يخليه ليكم صديق وهو على باله ومحيمة بيناتنا. عندنا هادشي ما كانش هو بروحك غادي يشوف ليميسيون غادي يضحك باسكو نصرو صاحبي تاع بصح والله يعمرها دار وربي يدوم محبتنا وهادي غير اشاعه ما كان والو. شاب بلال باقي